اليوم اختي غنهنيك من هاد المشاكل هادو. اليوم غتخلصي من مشاكل تجاعيد سواء حول العينين او حول الفم، حول الجبهة كذلك. الناس اللي كيعانيوا من ترهل في البشرة، تسبغات، اثار حب الشباب، اثار الكلف، غادي نعالجوا هاد المشاكل هادو بمكونين فقط اقتصادية ديال بنات الشعب متناول الجميع. نيفيا اختي والقرنفل، اي نيفيا والقرنفل غادي يعطوك ما شاء الله نتائج اكثر من رائعه. فقط فضلا وليس امرا ما تبخلوش على خصكم من لايكات ديالكم. بغينا الفيديو يوصل اكبر عدد من اللايكات وبارطاجيو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الافاده للجميع ولكم الاجر. صحباتي كبداتي الفنان الدولي كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للناس اللي اول مره غتشوفني ولا غتشوف قناتي، ما تنساوش تابونا وعبر الضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك اللي كاين هنا بالاحمر، وفعلوا داك زر الجرس حتى كيولي عنده جوج شطات في الجناب باش ان شاء الله دائما توصلوا بالجديد وتوصلوا بنوتيفيكاسيون باللي حطيت فيديو جديد واللايكات لايكات ديالكم في هذا الفيديو. اول حاجه قبل ما ندوزوا المكونات، الوصفه وطريقه التحضير ديالها، بغيت نشارك معكم اللحسه الفلاليه مره اخرى. اللحسه الفلاليه اللي كتزيد الوزن وكتفتح الشهيه للصغار والكبار، الناس اللي عندهم بوم زوي، فقر الدم والقول العصبي، كتعطيو نتائج اكثر من رائعه ما شاء الله. لحسه طبيعيه بدون سيرو بدون فنيد بدون حتى شي حاجه، كتغلظك وكتفتح لك الشهيه وعلى ضمانتي الشخصيه، وهي اللي استعملتها انا شخصيا. شوفوا معايا ما شاء الله الخدود اللي ولاو عندي وتزريت في الوزن، الحمد لله انا راه ما كنتش بحال هكا نهائيا. والسبب ديالي الوحيد باش تزريت في الوزن ما خليت ما درت، وفي الاخر منين درت هذه اللحسه الفلاليه عطاتني نتائج اكثر من رائعه. الحمد لله جميع الناس اللي خداوها كيشكروها وكيحماقوا عليها، لا في المذاق ولا في المفعول ديالها، وحتى الثمن ديالها جدا مناسب. دابا فيها برومو، استفدوا من العرض ديال البروموسيون، 219 درهم، كانت ب 300 درهم القرعه، دابا فقط 219 درهم والتوصيل فابور لجميع مدن المغرب. فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك حتى لباب الدار فابور، والدفع عند الاستلام، حتى كتوصلي بلا كوموند عاد باش كتخلصيها. دونك لحسه وحده ب 219 درهم، وجوج ديال اللحسات اللي بغات تاخذ جوج من اللحسات هي وصاحبتها ولا هي واختها ولا هي بغات تزيد في الوزن اللي هي بكميه كبيره، خذوا جوج قرعات فقط ب 349 درهم. كانوا جوج قرعات ب 438 درهم، دابا فقط ب 349 والتوصيل فابور تبع الدار. غنخليكم النمره ديال الواتساب فين تقدروا تهضروا معنا هنايا، هاد النمره ديال الواتساب هضروا معنا فقط في الواتساب لانه كاين ضغط كبير كبير ما شاء الله في لي ميساج. غير صبروا معنا غنجاوبوا كل شيء بشويه بشويه، اولا عبر الموقع سي انت كاميلا اللي غنخلي لكم هنايا www سي انت كاميلا ملاصقه .com ودوزوا لا كوموند ديالكم في الموقع عادي. عندنا كذلك حتى التحاميل، تحاميل ملة صحراوية، هاد التحاميل كيعالجوا مشكل البرودة، الناس اللي عندهم بوم زوي والناس اللي كيعانيو من القبط، ما شاء الله مفعول سحري وكيزيدكم في المناطق السفلية. هادو راه جربتهم أنا، هادو طبيعيين 100%، فيهم غير الذروة ديال الجمل، فيهم الفوة، فيهم الكتيرة، كلهم طبيعي، أعشاب صحراوية 100%. دونك البنات هادو طبيعيين والثمن ديالهم جدا مناسب، وكذلك التوصيل بالمجان بالنسبة للتحاميل حتى لباب الدار فين ما كنتي في المغرب، فيهم 60 حبة تبارك الله، يعني غيديو لكم مدة شهرين. الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال المناطق السفلية ما عندهمش نهائيا ما عندهمش الأرداف، خذوا هادي على ضمانتي، تحاميل طبيعية 100%، أنا اللي مجرباهم شخصيا، والثمن ديالهم حاليا حتى هما بروموسيون. اللي بغاهم راه التحاميل ديال 60 حبة كيبقاو لكم فقط ب 349 درهم والتوصيل بالمجان. دونك سرعوا باش تستافدوا من هاد العروض هادو. غنخلي لكم الرقم ديال الواتساب هنا في الفيديو وجميع الروابط سواء ديال الواتساب او ديال الموقع في صندوق الوصف في اول تعليق. واحد القضيه راه حاليا ولينا كنصيفطوا لخارج المغرب، الناس اللي عايشين في اوروبا تواصلوا معنا كذلك في الواتساب، راه ولينا كنصيفطوا لخارج المغرب. كان بزاف الناس اللي خداو ما شاء الله اللحسه وتزادوا في الوزن وتاقوا في المنتوج ديالو وعطاو نتائج جدا رائعه، وكذلك التحاميل اللي ما شاء الله كيبينوا مفعول سحري وسريع جدا وبشكل اللي هو طبيعي، وكيعالجوا مشاكل اخرى من غير كيف ما قلت لكم تزادوا في المناطق السفليه، كيعالجوا البروده، دقه بطل البروده الناس اللي عندهم بروده. دونك كضربوا عصفورين بحجر واحد بالصحه والراحه. ودابا غندوزو نيشان المكونات، الوصفه مع طريقة التحضير، تبعوا معايا الفيديو. غنحتاجو القرنفل أولا المسمار اللي هو على هاد الشكل هذا، كتلقاو متوفر عند العطار وعند أي عشاب غتمشيو عندو غتلقاو متوفر. القرنفل ما شاء الله كيساعد في تبييض البشرة وتوحيد لون البشرة، وكيزيد لنا التسبغات من على البشرة تماما، مكيصلحش غير للشعر فقط، بالعكس كيصلح حتى للوجه، وكيعطي نضارة وإشراقة ما شاء الله، وكيعاوننا بزاف في انتاج ماده الكولاجين اللي هي مهمه لصحه البشره. دخلوا قراو عليه وغتشوفوا ما شاء الله كله فوائد. والجميع داكشي علاش ما تبخلوش على اختكم من لايكات لايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم فضلا وليس امرا، وبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع
الناس اللي كتعرفوا باش تعم الافاده للجميع ولكم الاجر باذن الله. وثاني مكون عندنا اللي هو كريم نيفيا طب البشره وكيعطينا البياض والتفتيح. بالنسبه للوصفه اول حاجه غادي نستعملوها غادي ناخذ واحد الكاسرونه ولا شي قدره فاش غادي نطيب هاد اولا غنطبخ هاد القرنفل. غناخذ هنا فقط واحد شويه من القرنفل ماشي بزاف جهد واحد معلقه صغيره بحال هكا وغادي نضيف ليها كاس كبير ديال الماء وغنخلي هذا الخليط هذا فوق نار مهيله حتى كيغلى لي القرنفل مزيان وكيتبدل اللون ديال الماء تماما. ديك الساعه نرجع باش نكمل معكم ان شاء الله باقي حبيباتي. من بعد ما خليت القرنفل ديالتي كيطلق مزيان في داك الماء الشمعي اللون ديال الماء كيفاش كيتبدل ناخذ هنايا واحد الكاس بحال هكا وناخذ صفايه باش غنصفي هذا القرنفل بهذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ هذا الماء ديال القرنفل وغنرجعو لنفس الكاسرونه بحال هكا وغادي نضيف ليه هنايا نشا الذره اولا المايزينا المعروفه في تبييض البشره وتفتيح اللون ديالها وكتعطي واحد النضاره وواحد الاشراقه. بالنسبه لنشا الذره ضروري ما انكم تذوبوها بحال هكا في شويه الماء بارد قبل ما نوضعوها في هذا الماء لان مازال الماء ديال القرنفل مازال سخون. الا مشيت توضعت النشا الذره نيشان في هذا الماء هذا غتكور اولا غتحبب معايا وما غتعطيكمش قوام اللي هو كريمي. دونك غادي ناخذ هنا جات واحد المعلقه بحال هكا وغادي نضيف ليها شويه ديال الماء غير الجهد اللي غادي تخلط فيه وغنحاول نذوبها مزيان في هذا الماء بارد عاد باش تضيفوها. هذه المرحله جدا مهمه. علاش كنشارك معكم كل شيء مرحله بمرحله؟ علاش انا راه فيا مثلا هذه المرحله ما ندوزها ما نبينهاش يعني غتكون شي حاجه باينه ولكن هكا باش البنات ما يوقعوش في هذا المشكل هذا لان من بعد غتخلي لكم الكريم معجن ما غيصدقش معكم الكريمه. في دابا غادي نضيف هذا النشا هنايا وغادي نحركو هادشي مزيان مزيان وغنوضع هاد الخليط ديالي فوق نار مهيله مع التحريك المستمر. راه دغيا دغيا كنحصلوا على القوام اللي هو كريم يعني دغيا ما تغسلوش عليها. واحد القضيه قبل ما ننسى غادي ديروا خل التفاح كنت غننسى هاد المرحله هذه. توضعوا خل التفاح هنايا غنديروا جهد واحد المعلقه صغيره كينقي لنا البشره من الاوساخ كينقي لنا البشره من البكتيريا والخلايا الميته. رائع جدا هاد المكون ما تستغناوش عليه واستعملوا خل التفاح ماشي الخل العادي. فوالا صافي دابا الوصفه ديالي جاهزه باش نضع حبيباتي. من بعد ما حصلنا على واحد القوام اللي هو كريمي ها انتم راه مازال الوصفه غادي تعقد اكثر من هكا. صافي حيدتها هنا من فوق النار وغادي نضيف ليها بضع قطرات من زيت اللوز الحلو. الا عندكم اي نوع من الزيوت استعملوه ماشي بالضروره هذا. زيت اللوز الحلو كيساعد في تفتيح وتوحيد لون البشره وكيساعدنا كذلك في ازاله التسبغات. وبالمناسبه الناس اللي غيسولوني هاد الوصفه هذه ممكن تستعملوها للعنق الوجه اليدين الرجلين اي بشره ممكن تستعملها الا الناس اللي عندهم بشره حساسه جدا حيت الناس اللي عندهم بشره شديده الحساسيه راه ما تاخذي غير كريم من الفرماسيان كتمشي تخرجوا لك الطبيبه وكتشريه من الفرماسيان وكيدير لك تهيج او الاحمرار في البشره. كتكون عندك البشره فيها مشكل ماشي المشكل في الوصفه المشكل في البشره. داكشي علاش قبل ما تستعملي الوصفه تستعمليها حتى الاذن ديالك تتشوفي واش ما كاين لا احمرار لا حتى شي حاجه عاد باش تطبقيها على كامل البشره. متفقين؟ غنتسنى غير واحد شويه تبرد ونوريكم طريقه الاستعمال اللي هي جدا جدا مهمه. فوالا حبيباتي بالنسبه لاول طريقه الاستعمال غادي نتاخذوا شي بواطه عندكم في الدار اي بواطه ممكن توضعوا فيها الماسك ديالكم اولا الكريم الليلي لان هذا كريم ليلي غتستعملوه كل ليله. فوالا غادي نتاخذوا بحال هكا ناخذ هذا باش يساعدني هاد الدواز هذا غير باش يساعدني باش نوضع الكريم وغادي نوضع الخليط ديالي في هاد البواطه. فوالا شفتوا معايا بالنسبه لهاد الكريم هذا كريم ليلي تستعمليه كل ليله كيبقى في الباب ديال الثلاجه وقت ما بغيتي تستعمليه تجبديه وتستعمليه تحتفظي به لمده اسبوع كامل كيبقى لك مده اسبوع وتعاودي تحضري كميه جديده. وممكن الطريقه الثانيه اللي هي اللي كنستعمل انا شخصيا هاد الايام غادي نتاخذوا شي زلافه بحال هكا وقت ما بغيتو تستعملوا الوصفه يعني ثلاثه مرات في الاسبوع بالنسبه لهاد الطريقه يوميا كل ليله ياك. وبالنسبه لهاد الطريقه ثلاث مرات في الاسبوع غادي ناخذوا هنا شويه من الخليط ديالنا جهد واحد جوج معلقات كبار بحال هكا من هاد الكريم
وغادي نضيف ليهم كريم نيفيا. غادي نضيف ليها واحد جهد واحد المعلقه ما عامراش من كريم نيفيا، وغادي نخلط دابا الخليط ديالي مزيان مزيان بحال هكا. عرفتوا البنات هاد الوصفه هادي راه ما يمكنش ما تفتحش لك اللون ديالك، وسقطوا البنات اللي عندهم هكا شي مناسبه سريعه جدا وبغاو نتيجه اللي هي سريعه يستعملوا هاد الماسك هذا ويردوا عليه الخبر. غير هو خصو التحريك مزيان مزيان باش يندمجوا العناصر ديالي. شوفوا معايا راه باقي محبب ما تخلطش مزيان. علاش؟ لانني درت واحد الغلط نتوما ما ديروهش، اللي هو انني نسيت باللي هاد الكريم الليلي راه باقي سخون، باقي ما بردش ليا 100%. دونك خليوه حتى كيبرد عاد كديروا كريم نيفيا باش ما كيكورش معاكم بحال هكا. مزيان اللي طرات لي بحال هكا في الفيديو باش هاد القضيه نتوما ما ديروهاش. فوالا ماشي مشكل، انا غير باش نوريكم الوصفه. غادي نشدوا الماسك وتطبقوه على كامل البشره ديالكم بحال هكا، وانتم كتماسيو بحركه دائريه باش كيتشرب مزيان مزيان مزيان. وتخليوه على البشره ديالكم تقريبا لمده 15 دقيقه حتى تحسوا بانه تشرب مزيان في البشره، وتحسوا بالبشره ديالكم صافي رطابت. عرفتوا ملي كتغسلوه والله العظيم كتحسوا بواحد الترطيب خيالي، البشره ديالكم كتولي كبشره الاطفال. البنات اللي عندها هاد المكونات هادو راه ساهلين، ما تحتاجوش بزاف ديال المكونات. نوضي دابا وجربيها وردي عليا الخبر في التعليق. نتسنى التعليق ديالكم في اسفل الفيديو، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم، باي باي.